الجزائر مباشر، فضاء الأخبار والأحداث على الإخبارية، وعينك على الخبر والحدث. الحدث اليوم: الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن أولوية، والطبقة الوسطى ركيزة أساسية للتوازن داخل المجتمع، والبرامج السكنية لن تتوقف. في الملف الدولي: هدوء حذر بالنيجر، ومجموعة إكواس تعقد قمة أبوجا الخميس المقبل أو القادم لمناقشة الوضع في البلاد. التفاصيل، كل التفاصيل بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرص السيد رئيس الجمهورية على تحقيق التوازن الاجتماعي المبني على عودة الطبقة المتوسطة كركيزة للبلاد، ووجودها ضمن السلم الاجتماعي يحافظ على روح المواطنة ويخلق ديناميكية اجتماعية واقتصادية حيوية. هذه المقاربة التي يحرص عليها سيادته وتشكل في ذاتها أحد الالتزامات التي جاءت في المبادئ 54. وتعزيزا لهذا التوجه المتدرج الخطوات، تسعى الدولة باستمرار لتحسين الإطار المعيشي ودعم القدرة الشرائية وفق ما تتيحه التوازنات المالية للبلاد، والحرص على توفير الظروف اللائقة لحفظ كرامة المواطن والتي تأتي فوق كل اعتبار واهتمام دون توقف، في سبيل توفير الأسباب التي تحفظ لهذه الفئة العيشة في كنف الإطمئنان والكرامة، ومن بينها المراجعة التدريجية للأجور فيما يلي مسار دفع الأجور في ورقة لنادي علمي. أنا التزمت بلي سنة 2024 لازم نكون وصلت إلى معدل تاع 47% رفع أجور. أجور ترفع بتكون ترفعت بنسبة 47% ونزيد حتى نوصل 47-50%. يصبح من 2021 نهاية 2024 نكون اللي كان يخلص نقوله 5 ملايين واللي يخلص 7 ملايين ونص. لم تعد الزيادات في الأجور ومسعى تحسين القدرة الشرائية للمواطن مجرد وعود، بعد أن جسد رئيس الجمهورية التزامه 29 المتعلقة برفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن، جسده على أرض الواقع من خلال قرارات جريئة وغير مسبوقة كان فيها الحرص وكل الحرص على ضرورة موائمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية والدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا. أولى القرارات جاءت في 2020، أي بعد أشهر معدودات من وصوله إلى قصر المرادية، حيث تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18,000 دينار إلى 20,000 دينار. ومواصلة لسلسلة الزيادات في الأجور، اتخذ في نهاية سنة 2021 قرار جريء آخر يكمن في الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي للفئة التي يقل دخلها أو يساوي 30,000 دينار، ثم جاء تخفيضها بشكل متفاوت حسب درجات الموظفين والأجراء. هي قرارات تاريخية حسب خبراء الشأن الاقتصادي، حيث جاءت الزيادات هذه في وقت عانت فيه اقتصاديات الدول من تداعيات جائحة كوفيد-19 التي كبحت النمو الاقتصادي وفرضت شللاً على الوظائف ومختلف الخدمات. نحن سنتكلم هنا عن ثلاث نقاط أساسية. أولاً، التزامات رئيس الجمهورية منذ الترشح ومنذ أول قرار أيضاً لسنة 2021 ببداية رفع الأجور بالنسبة للطبقة الشغيلة. ثم سنتحدث أيضاً عن نقطة ثانية، وهو مدى يعني حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. ثم سنتحدث أيضا عن نقطة جد مهمة، وهو على أنه رئيس الجمهورية دائما يبقى قريب جدا من المواطن، وهو الشغل الشاغل. وتتمة لسابقاتها، جاءت الزيادة الرابعة في الأجور من خلال رفع النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيفي العمومي.
هذه الزيادات تمس أكثر من 2,700,000 عامل وتمتد على مدار 3 سنوات لتبلغ 47% عام 2024. استشراف الدولة الاستراتيجي للأوضاع الدولية التي أصبحت تؤثر بشكل كبير على الداخل الجزائري على غرار كل دول العالم من خلال أو بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي ألقت بظلالها على الأسعار داخل الأوطان القطرية على دون استثناء الجزائر بطبيعة الحال، لنقول على أنه هذا الاستشراف أصبح منهج للتفكير الاستراتيجي في حياة المواطن من منظور الدولة التي تستبق الأحداث، خاصة فيما يتعلق بقوة المواطن والحياة اليومية للشعب الجزائري ككل. وتستمر السلطات العليا للبلاد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمرافقة المواطنين من منطلق أن قدرته الشرائية خط أحمر. ضيوف الحدث في الجزائر مباشر على التوالي دكتور إسحاق خرشي المحلل الاقتصادي، ورحب بك دكتور خرشي. مرحبا، شكرا على قبول استضافة الجزائر مباشر. شكرا على الاستضافة. نستضيف كذلك اليوم في الحدث في الجزائر مباشر الدكتور عبد القادر صوفي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور مرحبا. شكرا على الاستضافة. شكرا أيضا على قبول استضافة الجزائر مباشر. أبدأ معك دكتور. السيد الرئيس في اللقاء الإعلامي الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية جدد التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى التي اعتبرها ركيزة للبلاد، ما هي أهم دلالات والأبعاد دكتور؟ ربما أهم شيء يمكن أن نتحدث عليه في طبيعة تدور الدول هو الطبقة الوسطى، لأنها كما يعرفها ماركس فيبر على أنها الطبقة التي تتوسط، الطبقة الدنيا أو الفقيرة، والتي تمثل 30%، والطبقة العليا أو الغنية والتي تمثل تقريبا 20%، بحيث أن هذه الطبقة هي 50%، هي الطبقة التي تدفع بالعجلة الاقتصادية، لأنها هي الطبقة التي تستهلك المنتجات، وبالتالي العجلة الاقتصادية تدور، هي أيضا تلعب دور في حماية على طبيعة النظام الاجتماعي لأنها تدفع الجباية وتدفع الضريبة، أيضا هي الطبقة التي تدفع بالاستثمار أو الاستثمارات في قطاعات التربية، في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، لكن هي أيضا ربما من الصعب تحديدها بالضبط ما هي هذه الطبقة، فتنطلق ربما من أدنى تحديد على أساس الممرضين والموظفين والتقنيين وأيضا أصحاب الأعمال الحرة و الإطارات، ربما هي الحدود الدنيا والعليا بالنسبة لهذه الطبقة، وكل دولة لها طبقة وسطى هي التي ربما تعدل طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي لكل دولة، وكلما ضعفت هذه الطبقة ضعف اقتصاد الدولة وضعفت الدولة نفسها، لأن أحيانا التضخم يلعب دور كبير في تلاشي هذه الطبقة ويؤدي إلى الجمود والركود. ربما الأستاذ خرشي في الجانب الاقتصادي قد يعطي إضافات إلى أهمية هذه الطبقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. من الناحية السياسية هي أيضا الطبقة الوسيطة بين المجتمع والسلطة الحاكمة، بحيث أنها تلعب دور مهم في الاستقرار، فكلما كانت هذه الطبقة المستقرة كلما أدت إلى الاستقرار الاجتماعي والمجتمعي واللحمة الوطنية، كلما ضعفت هذه الطبقة كلما أدى الغليان أو صعود رفض طبيعة المعيشة إلى أحيانا شرخ أو إلى أزمات داخلية. إذن هذا هو المنظور السياسي للطبقة الوسطى. أنت وجهت سؤال، أحتفظ بهذا السؤال الذي وجهته للدكتور خرشي، ما هو المنظور الاقتصادي للطبقة الوسطى؟ أولا بداية، الطبقة الوسطى كانت ولا تزال وستبقى دائما في اهتمامات برنامج عمل السيد الرئيس وعلى رأس الأولويات وفي صلب الاهتمامات، استجابة للانشغالات وللتطلعات. أيضا الدلالات الاقتصادية للطبقة الوسطى هي طبقة تستهلك الكثير لأنها تنتج الكثير، بالتالي هي تستدعي اهتمام خاص.
الطبقة الفقيرة لا تستهلك الكثير من المنتجات، والطبقة الغنية ينتج لها عدد محدود من المنتجات، أما الطبقة المتوسطة فهي المحركة للطلب. لذلك لو نرجع قليلا نرى بأنه كان فيه اهتمام كبير بهذه الطبقة الوسطى في سنة 2020 لما شهدنا أزمة صحية، وفي نفس الوقت كانت تقريبا شبه أزمة اقتصادية، فكل مؤشرات النمو للقطاعات الاقتصادية انخفضت. في نفس الوقت هذا كان له تأثير على الطبقة الاجتماعية الوسطى باعتبارها هي الطبقة المنتجة، فكل الأنشطة الاقتصادية تراجعت والطبقة المنتجة تضررت بشكل كبير. فكنا نبحث عن استراتيجية للخروج، اجتمع السيد الرئيس مع الحكومة ووضعنا ما يسمى بخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. من هنا كانت بداية الاهتمام بالطبقة الوسطى. قدمت الحكومة للطبقة الوسطى العديد من إعانات، تعويضات، خاصة لو نذكر للحلاقين، سائقي السيارة، أصحاب الحرف، حتى لأصحاب الطبقة الوسطى اللي عندهم مؤسسات صغيرة ومتوسطة يواجهون صعوبة في تأدية النشاط بالنظر إلى الظرف الاقتصادي. فدعمنا بشكل كبير هذه الطبقة الوسطى، وهذا ما كان له أثر فيما بعد على القطاعات الاقتصادية التي بدأت ترجع تدريجيا في مؤشرات النمو حتى وصلت إلى معدلات ما قبل كورونا، يعني في حدود 2022. فالإقلاع كان ضروري أن يكون بجناحين، جناح اقتصادي وجناح اجتماعي. الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية والاهتمام بهذه الطبقة يساهم بشكل كبير جدا في دعم الاقتصاد. كما ذكر الأستاذ هي طبقة ركيزة وكادت أن تندثر يعني في فترة سابقة. فأنا أرى أنه اليوم برنامج السيد الرئيس والتزاماته تطبق من خلال سياسات اقتصادية واضحة جدا قائمة على مبدأ واحد أساسي وهو إعادة توزيع الثروة. وهذا إعادة توزيع الثروة كان عنده مظاهر سنتكلم ربما عنه فيما بعد، مواصلة برامج السكن، تحسين المستوى المعيشي، مواصلة سياسة الدعم. لكن السياسة الاقتصادية التي تترجم برنامج السيد الرئيس فيما يخص هذه الطبقة كانت يعني مبنية على مبدأ واحد وهو الوحيد يعني اللي على أساسه يتم الاهتمام بالطبقة الوسطى، إعادة توزيع الثروة. واضح. نتحدث عن الطبقة الوسطى التي غيبت للأسف ضمن ممارسات سابقة وماضية، وهنا أسألك يعني دكتور سوفي ما هي العوامل والأسباب التي غيبت هذه الفئة؟ أظن أن هذه الفئة هي فئة مطاطية تتمدد وتنكمش حسب طبيعة الأحداث وسيرورة النظام الاقتصادي ونظام الحوكمة. فكلما زادت ربما كلما زاد التضخم كلما تكمشت هذه الطبقة، إذ طبقة الحرفيين والموظفين المتوسطين يدخلون في إطار الطبقة الدنيا، حتى يمكن أننا نصل إلى ما يسمى بطبقتين، النظام الطبقي، الطبقة العليا والطبقة الدنيا. في غياب هذه الطبقة نصبح أمام مشكل اجتماعي كبير، انكليباج، في غياب الميدل كلاس. الميدل كلاس أو الطبقة الوسطى هي الضابط لطبيعة الاستقرار وطبيعة العلاقات البينية، لأنها هي من تتحمل ربما الجوانب الكثير من الضمان الاجتماعي، بحيث أنها تشارك وتساهم في الاستثمار، لأنها هي الطبقة المستهلكة وهي الطبقة التي تدر الأرباح على الدولة. وكلما صعدت هذه الطبقة كلما ذهبنا نحو العيش الكريم، كلما كانت العجلة الاقتصادية بالنسبة للدولة أكثر فأكثر، كلما حاربنا مشكلة التضخم، وكلما ربما أصبح التكفل بالطبقات الهشة، الطبقات الفقيرة، أكبر وأقوى بالنسبة للدولة، لأن هي من تدفع بالاستثمارات في مجالات التربية والتعليم، في إنشاء المدارس، في شق الطرقات، في بناء المساكن، في المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. كيف أثر اختلاط السياسة بالمال الفاسد على تغييب هذه الفئة يعني الفترة؟ أظن أنا أتحدث عن الممارسات الماضية والسابقة. مفهوم أنه دخول المال الفاسد
أفسد طبيعة العلاقة أو الحلقات البينية داخل المجتمع، فأصبحنا لا نفرق ما بين الطبقة الوسطى والطبقتين العليا والدنيا، بحيث أصبح بين ليلة وضحاها يمكن لإنسان من طبقة الدنيا لأنه يخضع لربما الاستفزازات، أو دعني أقول ما يصبرش أمام المال الفاسد، فيتحول هو أيضا إلى 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 فاسد ويخدم أحيانا عن جهالة. كل هذه الممارسات، فاستفحال المال الفاسد لما دخل نخر كل الاقتصاد الوطني، وصنع ربما القطيعة ما بين فيما يخص الثقة ما بين الحاكم ومكن يعني أشخاص من مرتبة التمييز حتى الاجتماعي، يعني من بلوغ المال الفاسد أوصل أشخاص لا علاقة لهم لا بالمكانة التي أصبحون يتميزون بها، ولا بالدور الذي أصبحوا يلعبونه. وبالتالي المال الفاسد ضرب القيم، قيم المجتمع، قيم التي تقوم عليها هذه الطبقة، لأنها أيضا هي طبقة قيمية، بالإضافة إلى كونها طبقة تساهم في الكثير في الاستقرار الوطني، لكن أيضا في استقرار قيم الدولة. فالمال الفاسد يصبح ربما يضرب بكل القيم الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية بعرض الحائط، وهنا نتحول إلى مفهوم الفساد، والفساد الذي ينتج الفوضى، والفوضى التي تنتج كل أسباب الفشل وكل ربما أسباب حتى أحيانا الانقسامات الداخلية. صحيح، وبعبارة أدق حتى دكتور خرشي، بأن مرحلة معينة كرست معادلة الفقير يعني والغني، أو عبارة أدق أيضا شريحة اجتماعية لا تملك كل أسباب العيش الكريم، في حين أيضا فئة أخرى أو طبقة أخرى تتحصل الثراء الفاحش والحصول أيضا على جملة من الامتيازات. هم يشت بشكل كبير، وهذا ما أثر على الاقتصاد، لأنها هذه الطبقة كما ذكرنا تستهلك وتنتج الكثير. لكن الآن بدينا نشوف بداية اهتمام بهذه الطبقة، والاهتمام هذا أيضا من باب التزام سيد الرئيس، يعني نعم، إعادة الاعتبار لهذه الفترة. أي نعم تمام، من خلال البرنامج والسياسات الاقتصادية اللي تستهدف هذه الفئة بشكل كبير، أنه حتى لو جمعنا كل الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد من أجل وضع برنامج اقتصادي للجزائر، ما راش راح يكون دون اعتماد الطبقة الوسطى. من المستحيل، لأنها هي المنتجة، هي اللي تخرج رجال الأعمال، تخرج المقاولين، ترفع في الاقتصاد. فالسياسات الاقتصادية الحالية الآن مبنية أو تستهدف بشكل كبير هذه الطبقة الوسطى، ورأيناها يعني في عدة مظاهر. أولا تحسين المستوى المعيشي للأفراد من خلال كما رأينا في التقرير رفع الأجور، رفع الأجر الوطني الأدنى، زيادة في معاشات المتقاعدين إلى غير ذلك. وأيضا رأيناها من خلال عدم فرض أي ضرائب جديدة على قانون المالية، تتحدث عن الموازنة المالية لسنة 2023، قانون المالية التكميلي 2022-2023، قانون المضاربة حتى لا يعني نمنع أو حتى نضمن إن صح التعبير ضمان وصول المنتجات الاستراتيجية الأساسية للمواطن، هذا في مخصص تحسين المستوى المعيشي. ثم برامج السكن كانت مستمرة حتى في عز الجائحة، كانت البرامج التنموية مستمرة، الملاعب التي أنجزناها، السكنات إلى غير ذلك، رأينا في كل المناسبات الوطنية توزيع السكنات. ثم أنه أيضا استمرار الدعم الاجتماعي للطبقة المتوسطة، الدعم الاجتماعي للدولة، نعم، حوالي 20% من النفقات كانت موجهة لإعانات دعم الأسرة، دعم السكن، دعم الصحة، دعم التعليم. ثم النقطة الأخيرة وهي استهداف هذه الطبقة المتوسطة من خلال سياسة اقتصادية قائمة على أساس تلبية الحاجات الأساسية، الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، والأمن المائي. لماذا السيد الرئيس يركز دائما الآن على محطات تحلية مياه البحر؟ اهتمام مباشر ودقيق بالطبقة المتوسطة عند احتياجات كبيرة، ثم اهتمام أيضا بالأمن الغذائي. في كل مرة في مجلس الوزراء ضرورة رفع، السيد الرئيس يأمر ضرورة رفع إنتاجية القنطار
إنتاجية الهكتار كم يجب أن نصل، ضرورة توفير الأمن الغذائي والأمن الطاقوي. نستهلك الكثير من الكهرباء، هذه الفئة تستهلك الكثير من الكهرباء لأنها أولا فئة تشكل يعني حجم كبير من المجتمع، ثم أيضا هي فئة منتجة، العديد من الأفراد لديهم مؤسسات صغيرة متوسطة شركات ناشئة تستهلك الكهرباء من خلال المصانع وغيرها. فإذا السياسة الاقتصادية بشكل ملخص كانت تعمل على إعادة توزيع الثروة من خلال تحسين المستوى المعيشي، مواصلة البرامج التنموية، مواصلة عملية الدعم الاجتماعي وتوفير الحاجيات الأساسية. نعم. بالمقابل وحتى في السياق دكتور سوفي في كل خطاباته إلا ويشدد السيد الرئيس على أن الحرب لاسترجاع كرامة المواطن قد بدأت ولن تتوقف، في التخلص بحزم وعزم من كل مظاهر الغبن وحتى مظاهر المسيئة للوطن والمواطن في نفس الوقت. أي قراءة؟ أظن أن أولا الخبرة التي اكتسبها السيد رئيس الجمهورية خاصة في ميادين الجماعات المحلية، وهو الذي عمل لمدى عقود قريبا من المواطن ويعرف ربما كل خبايا التسيير على المستوى المحلي، وكما يقول المثل celui qui a vu tout se vider c'est presque de quoi tout se remplit. لذلك الخبرة والحنكة في تدبير أمور سياسة الدولة جعلت منه ربما يكون قريب في بناء سياسات في بناء السياسات العامة للدولة، لأن الأهداف هي أهداف مكملة لبعضها البعض. فأولا إعطاء مكانة للطبقة الوسطى من شأنها أن تعيد بعث العجلة الاقتصادية، تلك العجلة الاقتصادية التي تمكن أيضا الإنتاج المحلي من أنه يزداد. هنا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة تمكن من بناء أو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والخروج إلى الأسواق الخارجية، فهي لعبة مكملة. اليوم نعرف أن السوق الإفريقية مثلا تمثل 2500 مليار دولار، بمعنى 5 إلى 10% من الحصص في إفريقيا تكون ما بين 125 إلى 250 مليار دولار. إذا وصلت الجزائر إلى هذا المستوى ونحن في متوسط الدخل حوالي 70 إلى 80 كأقصى حد من دخل الريع البترولي والغازي، هذا يؤهل الجزائر لأنها تبعث في الاستثمارات الداخلية سواء كان في البنية التحتية أو في ما يخص تلبية حاجية الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، ويرقى مستوى المواطن بما فيها الطبقة 30% اللي هي الطبقة الفقيرة والدنيا، إنها ترقى في حياتها العادية إلى مستويات الطبقة المتوسطة في دول أخرى. لذلك نقدر أن استراتيجية الدولة في إعادة بعث وإعطاء المكانة للطبقة الوسطى لم يأتي من عدم، بل هو استبصار ورؤية استشرافية لمستقبل السياسات المحددة والمطروحة من أجل الوصول إلى أهداف وغايات معينة تم دراستها وتم الوصول إليها. أتظن أن الخرجات التي قام بها السيد رئيس الجمهورية عبر مجموعة من الدول كانت رحلات استجمام، أو كما ذكر أنه لا يريد الذهاب أو يذهب إلى فرنسا من أجل حركات رحلات سياحية أو جولات سياحية، طبيعة الحال هذه الرحلات التي أدرت استثمارات مباشرة بمقدار 105 مليار دولار تقريبا، وهي في نفس الوقت طبيعة الاستثمارات، لأن الاستثمارات تستثمر في التكنولوجيا، تحويل التكنولوجيا، في الصناعة، في العديد من القطاعات، في البنية التحتية، في شراكات صحيحة اقتصادية قوية، كلها تذهب إلى تطوير الفعلي للبنى التحتية، وهو المصدر الوحيد لها، تطوير هذه الجوانب الاجتماعية بحيث أن الرخاء يعم الجميع، يسود الجميع. وهنا اليوم بالحديث إلى العودة إلى إعادة النظر في الدخل، أظن أنها مرحلة انتقالية، يمكن الحديث بعد 5 سنوات 10 سنوات إلى إعادة النظر إلى القدرة الفعلية الشرائية التي سوف تزداد بالنسبة للمواطن الجزائري، لأن كلما زادت قوة الدولة الجزائرية وكلما زادت قوة الاقتصاد كلما كان لها وقع إيجابي على وتأثير إيجابي على المواطن. المواطن. نعم.
جيد، حتى أنه العديد من المكاسب التي عززت من السياسة الاجتماعية دكتور سوفي للدولة، يعني جعلت من الجزائر تقفز قفزة نوعية في مجال كما ذكرت حتى التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. هنا أسألك كيف يشكل الطابع الاجتماعي أيضا للدولة أحد ركائز السياسة الوطنية في الجزائر؟ فهي سهلة، الدستور أو أول نوفمبر، بيان أول نوفمبر هو دستور الدساتير. وإذا عدنا إلى الدستور الجزائري الحديث اللي تم التصويت عليه، يقوم على أساس مبادئ أول نوفمبر التي تكرس الدولة الاجتماعية. ولذلك ربما هي إجابة مباشرة لسؤالكم، أن السيد رئيس الجمهورية طبيعة الحال التزم بهذه العقيدة، لأن مؤسسو الدولة الجزائرية اليوم ونحن نحتفل أيضا بذكرى إنشاء الجيش الوطني الشعبي 4 أوت، تكرس ربما كل مبادئ التي أسس لها الآباء وفلسفة الأمة الجزائرية، والتي هي ضاربة في التاريخ. حتى نقول أن كل هذه القيم هي قيم تلازم المواطن الجزائري، والامتداد كأنها بطاقة هوية بطبيعة الحال، جينات ضاربة في التاريخ وتؤسس للأمة الجزائرية وتكرست في بيان نوفمبر، واليوم نحن نعيشها من خلال الممارسات الإيجابية للدولة الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية الذي ربما التزاماته يدركها العام والخاص، أصبحت بطاقة هوية بالنسبة له لدى المواطنين الذين يسمونه بعمي تبون. وعلى ذكر قول أن عمي تبون ستان تيتر دو ماجستراتور كبير بزاف، كل أمة تعطي صفة أو رمزية لرئيسها، بمعنى احنا نعرف في صفة التقدير بالنسبة للمواطن الجزائري لما يشوف واحد كبير وواحد الآخر يقول له عمي، دونك لو تيتر دو عمي سي ان تيتر دو نوبليس دو ماجستراتور. جيد، الجزائر تكرس طابع الاجتماعي للدولة تطبيقا حتى من خلال السياسة المالية باعتباره مبدأ راسخا. دكتور خرشي، ربما حتى نستشهد بالموازنة المالية لهذه السنة 2023، 35 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية المباشرة وأيضا الضمنية، يعني ما يقارب ربع الناتج الداخلي الخام. رقم كبير، رقم مهم. نعم، رقم كبير، يكرس الطابع الاجتماعي للدولة بالفعل، لأنه هو الأساس في المحافظة على الطبقة الاجتماعية أو الطبقة الوسطى، وهو الأساس أيضا في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، لأنها هي الطبقة المحركة. لما نشوف الأرقام التي ذكرتها أستاذ محمد، نجد بأنها يعني كانت تشكل جزء كبير من النفقات، ورغم العجز المسجل في الميزانية، يعني ننفق أكثر مما نتحصل عليه من إيرادات، إلا أن هذا العجز ليس خطير ولا يهم بقدر ما يهم دعم القدرة الشرائية للمواطن، لأنه رفع منحنى الطالب أو زيادة القدرة الشرائية بمصطلح بسيطة يرفع في الطلب على المنتجات، هذا الطلب على المنتجات ترفع في الطلب على الانتاج او في حجم الانتاج على مستوى المؤسسات الاقتصاديه، مؤسسات الاقتصاد. نعم نعم، العوده على العائد على الاستثمار، توظف المزيد من اليد العامله، المؤسسات تحقق ارباح، تدفع الضريبه، ترجع الاموال الى الدوله. فالطابع الاجتماعي ولكن عنده فيما بعد اثر اقتصادي. اكثر من ذلك انه السياسه الاقتصاديه الحاليه اللي تستهدف بها الحكومه للطبقه الاجتماعيه حتى المستقبلية ستكون قائمة على أساس الدعم الاجتماعي. ثم أيضا الأكبر مطالب ولا أبرز ما يهم الطبقة المتوسطة، الشغل، فرص العمل. السياسة الاقتصادية الحالية تركز على تحضير هذه الطبقة لوظائف المستقبل، ويب ديفلوبر، داتا أناليست، بعض الوظائف يتطلب تحضير الآن، عملية تحضير. وكان هذا واضح من خلال المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، المدرسة العليا للرياضيات، حتى من ناحية القوانين عشان قانون المقاول الذاتي اللي يدمج فئة كبيرة من الشباب أصحاب الطبقة المتوسطة اللي عنده مؤهلات الإدماج، يعني لأصحاب عقود ما قبل التشغيل أيضا بصفة دائمة. قانون الشركات الناشئة اللي يفتح المجال لفئة كبيرة من أصحاب الطبقة الوسطى، الشباب،
من أجل تشغيلهم. فحتى السياسة الاقتصادية الحالية تعمل تحضير الطبقة الوسطى لإدماجهم في المستقبل. ثم أيضا أنه من يطلب الكثير أو الكثير يعني يريد أن يسالك المزيد، من يطلب الكثير من الأموال؟ الطبقة الفقيرة لا يعني لا تطلب الكثير من الأموال، الطبقة الغنية لا تطلب بالقروض، لكن الطبقة المتوسطة تحتاج المزيد من القروض الخاصة ب قروض الاستهلاك، قروض الاستثمار. ومن أجل ذلك على أساس السياسة الاقتصادية الحالية كان فيه إعادة بشكل كلي لقانون النقد والقرض، أصبح لدينا قانون النقدي والمصرفي بما فيه من تسهيلات لمنح قروض لأصحاب الطبقة المتوسطة أفرادا أو شركات، تسهيل عملية منح القروض والمعاملة، تسهيل المعاملات المالية من أجل ارتقاء أكثر بهذه الطبقة. إذن بشكل ملخص جدا أنه الطابع الاجتماعي لا يعني أننا ننفق بدون مقابل، الطابع الاجتماعي عنده أثر رجعي فيما بعد على القطاع الاقتصادي، وهذا ما كان ملموس ورأيناه في خطة الإنعاش الاقتصادي الاجتماعي. الملموس كذلك ما تعهد به يعني في هذا اللقاء يعني الإعلامي الأخير برفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال مراجعة تدريجية للأجور تصل مع مطلع 2024 إلى 47%. من بين الإجراءات العملية الملموسة والتي شعر بها المواطن في تحسين المستوى المعيشي والاهتمام بهذه الطبقة المتوسطة هو التحسين ورفع في الأجور. طبعا هذا يراعي يعني الموازنات العامة الكبرى للبلاد، يعني بقدر الزيادة في الأجور تكون بمقدار الزيادة في الإنتاج. أفضل وسيلة لزيادة الأجور هو أن العامل يرفع في الإنتاجية، كلما أنتجنا أكثر كلما كان بمقدورنا يعني تحسين الأجور، لأنه لو نرفع في الأجور بشكل كبير والإنتاج منخفض حيرتفع الطلب بعد المنتجات، ترتفع الأسعار فيصبح يعني إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. في الحقيقة الرفع في الأجور هو الرفع في الاستهلاك. نحن نعرف أن الطبقة الوسطى إذا عدنا حاولنا أن ندير لهم تعريف هي المؤشر للنمو الاقتصادي والاجتماعي. كلما كانت الطبقة الوسطى في أرياحية، في أرياحية كلما كان هناك نمو اقتصاديا واجتماعيا قويا، كلما تراجعت كلما تراجعت هذه المؤشرات. حتى بالنسبة لملف خاص بالسكن الذي اليوم سيظل من أولويات الدولة كما قال السيد رئيس، والمشاريع السكنية بمختلف الصيغ ستبقى مستمرة حتى إن لم نكن نحن يعني صانعي القرار ولا نمتلك المعلومة، ولكن منطقيا لما نرى الكثافة السكانية في الجزائر حوالي 850,000-900,000 راضع سنويا يزداد، منطقيا نرى بأن برامج السكن مستحيل أن تتوقف لأن الكثافة السكانية في تزايد مستمر. والاستجابة يجب أن تكون من طرف الحكومة لهذه الفئة اللي من يعني أدنى الاحتياجات هو السكن، يعني لما نشوفه في ناحية اقتصادية هرم ماسلو احتياجات أساسية، الغذاء، السكن، هذا الأمر ضروري. لذلك نحن نرى أنه مستحيل أن تتوقف هذه البرامج، ولكن الآن نعمل على حوكمة هذه البرامج، حوكمة التسيير يعني نعم حوكمة التسيير في البرامج السكنية. نمنح السكن لمن يستحق، نمنح السكن بارك لمن الله يستحق. نعم، لأنه فيه معايير أو أنا أتحدث ليس على معيار، أن كنا مواطنين عندنا الحق يعني حسب الطبقة. لكن أيضا أظن أنه هذه الاستثمارات الدولة الجزائرية من خلال السكنات، لأنها في نهاية المطاف إنشاء مدن جديدة وإنشاء اقتصاديات جديدة، وبالتالي إنشاء ثروة جديدة وإعادة انتشار السكان، وهذا شيء مهم جدا. في حالة إعادة انتشار السكان فنحن في حاجة إلى إعادة إنتاج الحياة، وإعادة إنتاج الحياة ترافقها كل مضامين التطور الاقتصادي وتقوية الطبقة الوسطى والقضاء على الفقر والقضاء على ربما التفاوت الطبقي لما يتماشى وطبيعة الحياة الكريمة بالنسبة للمواطن على العموم، والحكم الراشد بالنسبة لصانع القرار على الخصوص. دكتور سوفي، من المظاهر المقصودة محاولات، طبعا كمحاولات، هذه المظاهر المقصودة كمحاولات لضرب استقرار الوطن المساس بالقدرة الشرائية للمواطن ومحاولة ضرب الاقتصاد. طبيعة الحال ربما عندما تعلم أن أسس ضرب دولة في استقرارها إذا كانت لها القدرة الدفاعية القوية مثل الجزائر التي تمتلك جيش قوي أن له القدرة للردع ودحر أي كان يمتلك 600
603,000 أو أكثر من 600,000 جندي وأكثر من 500,000 احتياطي. ليس كل الدول ما تمتلك من قوة فعلية لتتجاوز 1,100,000 جندي قادر قابل للولوج إلى أرض الكفاح، بالإضافة إلى القدرات الفعلية لما تتميز به من مستوى عالي من الجاهزية. فهنا الصراع يتحول إلى ضرب دعني أقول المجتمع من الداخل، وضرب المجتمع من الداخل إما عملية التشكيك التي تحدثنا عنها زرع البلبلة، أو ضرب الاقتصاد من خلال مضاربة في الأسعار دفوة الزيادة في النقد المزور، التلاعب بالعملة، إنشاء الندرة، رفع الأسعار، كلها تهدف إلى ضرب ذلك الاستقرار وخلق ربما الأزمات الداخلية وبؤر التوتر التي تنتج الأثر ربما العكسي بالنسبة للاستقرار. الدولة أصبحت قوية للدفاع عن المواطن ومصالحه دكتور سوفي، الحمد لله، وليس للتسلط عليه. لا الحمد لله، أظن أنه اليوم كل جزائري يفتخر بجزائريته. لماذا؟ لأن ربما الكمال لله، لا تزال هناك نقائص وكثيرة، لا يزال الكثير من الناس يعانون، لكن في المجمل العموم نهنأ بعيش هني، استقرار داخلي. نحن الذي عشنا عشرية سوداء وعشنا الويلات ولوحدنا، لكن خرجنا منتصرين، لكن أيضا نفتخر لأننا دولة صاعدة لها قوامها الدفاعي ما يؤهلها أن تكون قوة إقليمية ومركزية، لكن أكثر من هذا حفظ ماء وجه الجزائري الذي الحمد لله هناك تناغم ما بين توجهات السلطة الجزائرية أو الدولة الجزائرية والشعب الجزائري فيما يخص القضايا الجوهرية والقضايا الأم، ولم تخيب أمال مواطنيها ولا مرة فيما يخص المواقف الدولية التي تشرف الجزائري وتجعله مفخرة في العالم. المواطن هو أساس. دكتور خرشي، نتحدث عن جملة الإنجازات التي تحققت لصالح المواطن ولامست هموم ومشاغل المواطن. الآن المواطن هو أساس التنمية المستدامة وحتى عماد خلق الثروة. كيف مكنت هذه الإصلاحات أو هذه الإنجازات من خلق هذه الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية أيضا الحيوية؟ هو كان فيه ورشة إصلاحات قام بها السيد الرئيس، وما نراه الآن من خلق أزمات مفتعلة لتمثل محاولات يائسة، يعني لخلق نوع من البلبلة، مرة عن طريق الحرائق، مرة عن طريق قطع المياه، مرة عن طريق المضاربة، حتى في غير وقتها يعني بعض أسعار المنتجات مرتفعة يعني في غير وقتها، ورأينا في التقارير يعني رد فعل مباشر من طرف الحكومة من خلال إخراج بعض المخزونات من البقوليات. المواطن لمس هذا الأثر، يرى بأنه في حرص من طرف السيد الرئيس على توفير كل ما يحتاجه المواطن من الحاجيات الأساسية، حتى يعني أعلى الاجتماعات مجلس وزراء كان ولا زال سيبقى دائما المواطن في صلب الاهتمامات على رأس الأولويات من أجل توفير للعيش الكريم. فكان فيه إجراءات عملية ملموسة، زيادات في الأجور، قمع المضاربين من خلال قوانين المضاربة، والعمل المستمر. نحن نقول بأن لكل فعل رد فعل، ولكن الفعل الكبير الذي نقوم به نحن الآن يعني دولة، شعب وحكومة، بناء اقتصاد وطني، زيادة مستوى الوعي عند الشباب إلى غير ذلك، هذا الفعل ربما يكون قد أوجع من لا يريد تقدم للبلاد. فنرى بعض من حين لآخر بعض المحاولات يائسة من أجل ضرب الاقتصاد الوطني، ولكن الاقتصاد الوطني أصبح أكثر قدرة على الصمود، أكثر قدرة على التصدي لأزمات صحية، أزمات نفطية، أو حتى أزمات مفتعلة. نعم، آخر سؤال وجهه دكتور صوفي وأختم به طبعا الحدث في الجزائر المباشر، كيف نحافظ على هذه المكتسبات الوطنية التي تحققت لصالح الوطن بصورة عامة وبصورة خاصة للطبقة الوسطى التي يراها السيد الرئيس ركيزة للبلاد؟ أظن تضافر جهود الجميع وبروز وعي فيما يخص أهمية العمل على الحفاظ على المكتسبات المركزية بالنسبة للمواطن الجزائري، لكن أيضا
الجزائر تنتظرها ربما تحديات كبرى، تحديات كبيرة، سواء كان على المستوى المحلي في جميع القطاعات دون استثناء، هي التي باشرت ربما في الكثير من الإصلاحات ذكر الأستاذ خرشي، وفي نفس الوقت هي تتجه نحو ما سماه السيد رئيس الجمهورية الجسر الإفريقي، الذي يعتبر ربما أهم التحديات بالنسبة للحلم الجزائري. الحلم الجزائري هو أن تكون الجزائر دولة فاعلة في المستوى الدولي في ظل هذه التحولات العميقة والجذرية التي يعرفها العالم، ونحن نشهد إعادة رسم الخريطة الجديدة. خريطة القوى الجديدة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر الصوفي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت ضيف الحدث في الجزائر المباشر. أشكرك أيضا دكتور إسحاق خرشي المحلل الاقتصادي. إذن من الحدث إلى الملف الدولي، الحدث طبعا ربطناه باللقاء الإعلامي الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية للسيد الرئيس، وتطرق أيضا فيه لأزمة النيجر بعد الانقلاب العسكري، وقال في هذا الخصوص يجب العودة إلى الشرعية الدستورية في النيجر، ودعا لحل سلمي، وعلى حد تعبيره نحن مستعدون لتقديم المساعدة والدعم في حالة طلبوا منا ذلك، وهي خيارة الجزائري في الواقع لهندسة الاستقرار في هذا البلد الجار وعودة الشرعية. الملف الدولي بعد الفاصل في الجزائر مباشر. الجزائر تتبنى مقاربة إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي بالنظر إلى ما يحمله خيار اللجوء إلى القوة من تداعيات لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتدهورا محليا وإقليميا. هل خيار التدخل ما زال مطروحا؟ طبعا العديد من النقاط سنناقشها مع ضيف الملف. طبعا التدخل العسكري في النيجر لا يزال مطروحا. مجموعة من الأسئلة طبعا سنطرحها على البروفيسور إدريس عطية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ضيف النافذة الدولية. بروفيسور مرحبا. أهلا وسهلا بك محمد عبدون، وتحية طيبة لك ولكل مشاهدي الكرام. في البداية نتوقف إذن قبل أن نناقش إذن محور الملف الدولي في الجزائر مباشر. مجموعة إكواس تعقد إذن قمة أبوجا الخميس المقبل لمناقشة الوضع في النيجر. التفاصيل في موضوع صالح الياسي. قمة مرتقبة الخميس المقبل لمناقشة الوضع في النيجر، قررها قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس في أبوجا بعد تجاهل المجلس العسكري للمهلة التي حددتها المجموعة من أجل الإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته إلى منصبه كرئيس منتخب شرعي للبلاد، وفك الاحتجاز المفروض عليه منذ انقلاب 26 جويلية المنصرم. وفور انقضاء المهلة المحددة، حالة من الترقب تسود النيجر وخارجه، أقدم معها المجلس العسكري في خطوة أولى على إغلاق المجال الجوي للبلاد، مبررا ذلك بالتهديد المتزايد بالتدخل العسكري والذي ترفضه العديد من الدول وعلى رأسها الجزائر الداعية إلى ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية. وأمام الاضطرابات التي تعيشها المنطقة والوضع الاقتصادي المتدني، يكافح النيجر من أجل إنهاء الأزمة مدعما بجهود حثيثة وآمال معلقة لإيجاد حل سلمي يجنب البلاد والمنطقة برمتها انزلاقات خطيرة. دكتور إدريس عطية، أريد منك تعليقا في البداية على ما أعلنت عنه مجموعة إكواس أنها ستعقد قمة جديدة لبحث الوضع في النيجر. بالتالي سوف تكون هي القمة الثانية، لأن القمة الأولى كانت حول
عرض مجموعة من الاقتراحات أو الحلول لرأب الأزمة في النيجر، لكن الاقتراح كان يتعلق بالتدخل عسكريا، والسنغال تبنت الطرح ودافعت عليه على أساس استعدادها للتدخل عسكريا في بلد ليس ببعيد على السنغال. لكن هذه الجولة الثانية هي تأتي لتقييم الجولات التي تم عقدها، لأن أيضا ممثلي مجموعة صادق زاروا عديد من الدول وأيضا زاروا الجزائر وأخذوا رأي الجزائر. اليوم الكثير من الدول قدمت رأيها النهائي حول مسألة التدخل. الجزائر استخدمت الفيتو المباشر برفضها القاطع لأي تدخل عسكري أجنبي في الجزائر، وهذا ما أكده السيد رئيس الجمهورية في لقاء الدوري الأخير مع وسائل الإعلام. وبالتالي موقف الجزائر واضح ولا غبار عليه، وأعتقد أن قرار الجزائري صائب ومهم وسوف تتبعه كثير من الدول. والدليل على ذلك أن البنين أعلنت رفضها، موريتانيا أعلنت رفضها التدخل العسكري، ومؤخرا أيضا نيجيريا، البرلمان النيجيري يرفض التدخل العسكري في النيجر ويرفض هذه العقوبات، وقدم لائحة توصيات لرئيس نيجيريا لمنع إرسال وحدات من الجيش النيجيري للتدخل في النيجر. وبالتالي اليوم الكثير من الدول أصبحت تراجع حساباتها، خاصة عندما نعود إلى الموقف المالي والبوركينابي الذي كان مبكرا. في حالة وجود تدخل أجنبي سوف نكون إلى جانب الجيش النيجيري، وبالتالي تحويل هذه العملية إلى عملية إقليمية تشمل العديد من الدول. وبالتالي اليوم هذه الدول في إطار حسبة المواقف هي توازن بين ربما الصراع بين المؤسسة العسكرية في النيجر وبين الرئاسة في النيجر. وبالتالي أعتقد أن هذه الدول أو لقاء أبوجا الثاني سوف يقترح حلول أخرى تتعلق بالتسوية السياسية بعيدا دائما على هذه التسوية غير السياسية المرتبطة بالعامل العسكري. نعم، القمة الثانية يوم الخميس تأتي بعد انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه. المهلة هي تقريبا انتهت صباحة اليوم. نعم، يعني أو نظرنا يوم الأحد بحجم الساعات، لكن هي تنتهي انتهت صباحة اليوم ولم تحقق أي نتيجة تذكر لا على مستوى النيجيري أو على المستوى الإقليمي، لأن الإنقلابيون أو العسكر في النيجر لحد الآن كل الضغوطات هي لم تبدي بالنسبة لهم أي مخرج أو أي تصور أو أي نوع من أنواع الليونة، وهم مصممين على موقفهم القائم على عزل الرئيس المنتخب بطريقة شرعية السيد محمد بازوم. وبالتالي أيضا اليوم خاصة بعد استخدام الجزائر التي قالها أو الفيتو الجزائري في المنطقة، لأن السياسة الجزائرية واضحة إزاء الدول الإفريقية، أعتقد أن الأمر سوف يدفع بهذه الدول للذهاب إلى مخرج للتسوية السلمية لهذا الصراع حول السلطة في النيجر بما فيها دائما الممارسة الدبلوماسية. لأن اليوم سواء خاصة إعادة تفعيل محور الجزائر أبوجا هو محور أيضا مهم للغاية، ونيجيريا أيضا سوف تعود إلى جد صواب وتتمسك بالموقف الجزائري من أجل دائما الذهاب إلى تسوية سياسية ربما يحمل كثير من السيناريوهات. هل بالفعل سوف يتم إعادة محمد بازوم رئيسا أو خلق تسوية سياسية في إطار توافقي في داخل النيجر؟ انعقاد إذن القمة يوم الخميس، هل بمعنى يعني الخيار التدخل العسكري لا يزال مطروحا؟ أو هناك ربما ثمت خيارات أخرى الآن ستدرسها هذه المجموعة يوم الخميس؟ الإشكال محمد أن خيار التدخل العسكري لن يكون مباشرة، حتى القوى الغربية لن تتدخل بجيوشها، وإنما أن تتحول بمثل اليوم السيد محمد بازوم أصبح بمثابة الرهينة والجميع هو يراهن على بقائه في السلطة أو ذهابه، هل يسلم الإنقلابيين أم يتمسك بالإطار الشرعي. اليوم الأطراف الدولية كلها هي ميالة إلى القيام بالحروب بالوكالة بين أطراف مختلفة، لأن الكثير من يؤكد خاصة اليوم الشعارات الشعبية في النيجر هي تشكر روسيا و ترفع العلم الروسي، والوسائل الإعلام الغربية هي تقول أن روسيا هي وراء الانقلاب. أيضا أطراف أخرى بالنسبة لفرنسا، خاصة اليوم لو نقرأ المشهد النيجيري سواء الموقف العسكري الذي التحم أخيرا ورفض إراقة الدماء، إلى حد اليوم في النيجر لا يوجد طلقة رصاص واحدة تبين أن هناك توافق بين المؤسسة العسكرية وبين الشعب الذي خرج في مظاهرات يدعم هذا الانقلاب، مع أنه في
البداية حتى كانت بعض الأمور التي دعمت رئيس بازوم وتمسكت، لكن في نهاية المطاف هنا خاصة عندما نتحدث على القوى السياسية والمدنية كلها ذابت وانسجمت في المسعى الذي دعمه العسكريون. لكن مع ذلك أن الانقلاب ليس بالحل الأساسي، الجميع هو في حاجة للعودة الصواب، لكن بالنسبة للجزائر ما يربطها بالنيجر هو الكثير. هناك لجنة أمنية لإدارة الحدود المشتركة بينهما، هناك مشروع أيضا لجعل شمال النيجر منطقة تجارة حرة، ناهيك أيضا على المصالح الاقتصادية التي تربط الجزائر بالنيجر بنيجيريا من خلال دائما أنبوب الجزائر أقرب وأولى، يعني أقرب وأولى وأهم في سواء في الإطار الاقتصادي في الإطار الجيوستراتيجي وهنا حتى في الإطار الشعبي، لأنه كل وسائل الإعلام في العالم لم تناقش البنية القبلية والمجتمعية للنيجر، فهي مرتبطة أكثر بالجزائر وبدول الجوار، وبالتالي لا يمكن إخراج هذه البنية القبلية عن إطارها الاجتماعي السليم والطبيعي. المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب محمد بازوم وصف حتى هذه المجموعة الاقتصادية إكواس، يعني الدول غرب إفريقيا، بالقوة الأجنبية، وحذرها حتى في وقت سابق من العدوان والتدخل في شأن الداخلي للبلاد. بالفعل كيف نفهم ذلك، أو ماذا نفهم من ذلك، أو ما يعنيه ذلك؟ سيناريو مالي لن يتكرر مع النيجر إطلاقا، سواء من حيث التدخل الفرنسي السافر والمجحف في حق الشعب المالي وفي حق البنية السياسية والمؤسساتية لمالي، أو أيضا من جهة أخرى من خلال مجموعة الإكواس التي شنت مجموعة من العقوبات والتي كانت وخيمة على الشعب المالي. الجميع يدرك أن مجموعة الإكواس يعني المشكلة من 15 دولة هي تنفذ أجندة فرنسية محضة، وحتى السنغال التي أبدت هي تنفذ أجندة فرنسية محضة، والتخوف أن السنغال بيتها من زجاج وربما تكون هي مستهدفة بأي تغييرات. اليوم إذا نظرنا إلى النيجر كنقطة ارتكازية من الجوانب الاستراتيجية بالنسبة للنيجر، موجودة شرق النيجر تشاد وهي أيضا تعيش بركان هادئ وبإمكان هذا البركان أن ينفجر في أي لحظة، وبقى في أقصى غرب إفريقيا السنغال التي تدعي إمكانية تدخل عسكريين، وهذا أصبح مفضوح ومكشوف بالنسبة للأطراف الدولية أن السنغال تقوم بدور أو ستقوم بدور أو ترغب في أن تقوم بدور لصالح فرنسا، لأن الديك الفرنسي أعتقد أصبح جريح في إفريقيا، وفرنسا هي تفقد كثير من نقاط ارتكاز بمثل ما حدث في مالي وفي بوركينا فاسو وحتى في وقت سابق في إفريقيا الوسطى، اليوم هو يحدث في النيجر. فرضا أن ثمت يعني أو كان فيه تدخل عسكري، وهذا هو المستبعد يعني بالنظر لآخر التطورات حتى وسيرورة التطورات والأحداث، المهلة انتهت قبل يوم ولا تحرك عسكري إلى الآن. ما هي تداعيات تدخل الإكواس العسكري المحتمل في النيجر؟ هو محتمل يعني. أعتقد أنه إذا تدخل الإكواس سوف يقسم دول الإكواس في حد ذاتها بما فيها النيجر ومالي وبوركينا فاسو. اليوم بنين هي ترفض التدخل، وبالتالي موريتانيا أيضا، نيجيريا موقفها أيضا. من سوف يبقى وراء الإكواس؟ هل تبقى السنغال وبقية الدول التي هي تعاني من مشاكل أمنية وتعاني من الهجمات الإرهابية المتكررة، تعاني من حالة انكشاف أمني خطير جدا، وبالتالي هذه الدول هي في حد ذاتها قد تعيش مشاكل كثيرة، وهذا سوف يكون انعكاس سلبية على كامل المنطقة الجزائر، لكن المنطقة القريبة من الجزائر، لكن الجزائر أيضا أعتقد هي لن تبقى مكتوفة الأيدي. فالعالم العام الذي ينظر الجزائر أو المواقف الجزائري بمثل ما كان مع ليبيا، أيضا سيناريو ليبي بالنسبة للجزائر مستحيل أن يتكرر في النيجر، وتكون الجزائر هي فقط التي تتحمل الأعباء الأمنية. هذا أمر غير مرغوب فيه، لأنه الجزائر بذلت جهود كبيرة جدا بما فيها حتى مد الشبكة الإفريقية بالألياف البصرية، هي موكلة في إطار مبادرة نيباد البنية التحتية، وبالتالي سوف تحافظ بكل ما أوتيت من أجل دائما الحفاظ على رقعة السلام في الساحل الإفريقي بدل السماح لأطراف دولية بعسكرة المنطقة وبالتالي العودة إلى المربع الأول. الجزائر ذكرت ترى ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية وحتى السلمية لتجنب خيار اللجوء إلى القوة، لأن الذي لا يمكن إلا أن يزيد الوضع تعقيدا وتأزما وخطورة على النيجر وعلى المنطقة ككل. إذن الجميع هو أمام تسوية دبلوماسية حقيقية مهما كانت صيغتها سياسية، ينبغي أن تكون هي الأساس وهي الأرضية الجديدة لدخول النيجر مرحلة جديدة من أجل المحافظة على البنية الاجتماعية والقبلية، من أجل أيضا تعزيز قدرات النيجر في المجال التنموي، من أجل أيضا خلق برامج إقليمية للتعاون فيما بين هذه الدول في إطار البين إفريقي، وهذا ما تطمح إليه الجزائر من خلال دائما خطابها الواضح والدقيق حول رفضها للتدخل العسكري الأجنبي، لأنه التدخل العسكري الأجنبي من المستحيل أن يعزز مسار التنمية أو يبني السلام.
إذن لا حل في النيجر دون مشاركة الجزائر المعنية بما يحدث يعني في هذا واقعي ومعروف، بل هم بعد أخذهم من رأيهم الأول جاءوا الاستئناس بالرأي الجزائري، والرأي الجزائري كان واقع وواضح، وحتى بيانات وزارة الخارجية كلها كانت دقيقة وواضحة تؤكد دائما على الشرعية السياسية، وهذا يعود دائما سواء بالنسبة للتجربة الديمقراطية في الجزائر، بالنسبة أيضا لمواقف الجزائر، لأن اتفاقية الجزائر لسنة 1999 التي انبثق عنها الاتحاد الإفريقي كانت ترمي إلى رفض دائما الانتقالات غير دستورية والانقلابات مهما كان شكلها في الإطار الإفريقي، وبالتالي هذا التصور الذي تتبناه الجزائر في إفريقيا لا تسمح له بأن يسقط في أي كان، وتحافظ دائما على الإطار الدستوري، لتبقى الحركات السياسية والاجتماعية سواء رافضة للتواجد الأجنبي المرتبط بفرنسا أو المرتبط بدول أخرى، هو يبقى حكرا لهذه الشعوب، لكن في إطار دائما الجوانب السياسية بعيدا على أي انقلاب قد يسمح للمنطقة بانزلاقات أمنية خطيرة جدا، وهذا الأمر يصعب جدا بالنسبة للدول الإفريقية وعلى رأسها النيجر. شكرا جزيلا لك بروفيسور إدريس عطية، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت ضيف النافذة الدولية في الجزائر مباشر. آخر محطة في جعبتنا ما تبقى لأن كل تحيات فريق العمل اليوم في رئاسة التحرير سامي عزي فتح شهيد، وفي الإخراج سيهم خرش، الجزائر مباشر تام، شكرا لكم والسلام عليكم.